اسمحوا لي بداية أن أنقل جانب من هذه الصورة للمحامي ورئيس منظمة إفتاء الدولية دكتور عبد المجيد المراري. دكتور عبد المجيد المراري، شهادات مروعة حول ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة نقلها نادي الأسير عن المحامي محاجنة. هذه المعاملة الحاطة للإنسانية، كيف يمكن تصنيفها وفق قانون وفق القوانين الإنسانية والقوانين الدولية؟ تحية لكم أستاذ جمال ومشاهدي القناة. أعتقد أننا أمام جرائم خطيرة ترتكب وانتهاكات خطيرة ترتكب في حق الأسرى، خاصة أن القانون الدولي يحج ويأمر بمعاملة الأسرى معاملة خاصة تليق بهم، لكن هذا كلام عندما يكون موجه لدول لها أخلاقيات معينة ودول تحترم التزاماتها، لكن الاحتلال الإسرائيلي وغير معني نهائيا بهذه القوانين وبهذا الخطاب. فهو معروف عليه منذ سنوات المعاملة السيئة للأسرى، والدليل على ذلك هو الحالة التي يخرج بها الأسرى عندما يتم الإفراج عليهم من سجونهم، بحيث أنهم يخرجون يا إما أنهم عاجزين عن الحركة، يا إما أنهم بأمراض، يا إما أنهم مشاريع أموات، بمعنى أنهم يموتون بمجرد خروجهم بأشهر أو أيام قليلة. لكن للأسف الدولي، للأسف الشديد، مهما نعطي من توصيف دولي وتوصيف للقانون الدولي لهذه المعاملات السيئة، يبقى التطبيق على الأرض، يبقى أن إسرائيل بالفعل استطاعت أن تفلت من العقاب وأن تنجو من المحاسبة بفضل الحماية والدراع الذي يوفره لها الولايات المتحدة الأمريكية بمختلف إداراتها. منذ بداية العدوان على قطاع غزة، أشار بيان هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يفرض سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة ويرفض الإفصاح عن مصيرهم، عن أعدادهم. حتى الآن نحن لا نعرف أعدادهم، لا نعرف أماكن احتجازهم. إلى أي مدى يشكل ذلك انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان؟ طبعا الإخفاء القسري عندما يكون في إطار نزاع مسلح هو يوصف بأنه جريمة حرب، وهو كذلك يدخل في إطار جريمة جرائم ضد الإنسانية. فإنما الأبواب تناولناها فهي جرائم كبرى، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فبالتالي هذا يستحق أقصى العقوبات. بالفعل أنه عدد من المعتقلين والأسرى تم إخفاؤهم ولا نعرف أين هم، عدد من الأطباء، عدد من الممرضين الذي تمنادينا تم اختطافهم وتوقيفهم من معمداني ومن المستشفى الأوروبي ورنتيسي وغيرها من المستشفيات التي تم والشفاء كذلك. لازلنا لم نعثر على عدد من الممرضين، عدد من الممرضات لم يظهر لهم حال إلى حدود الساعة. أين هم؟ بالتأكيد هم في غياب المقابر الجماعية التي يخفيها ولا زال يتستر عليها بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يحاول أن يتخلص من 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 هؤلاء الأسرى ويخفي فظاعة جرائمه بدفنهم في مقابر لحدود الساعة لا زالت مجهولة، لربما مع الوقت يتم اكتشافها كما تم اكتشاف مقابر أخرى. لأنه إلى حدود الساعة كل الذين على الأقل بعض العشرات الذين اختفوا قسريا تم ظهورهم، تم يعني العثور عليهم في بعض المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وهم يعاملون معاملة سيئة جدا. لا ننسى بأن أحد الأطباء رئيس مجمع الشفاء الذي تم بصر ساقيه وتعذيبه تعذيبا شديدا إلى أن يعني لفظ أنفاسه، للأسف الشديد ما وقع مع الدكتور رنتيسي في الأيام القليلة الأخيرة، والذي تم قتله تحت التعذيب، تم تصفيته تحت التعذيب. ما من فظاعة ترتكب داخل السجون يمكن ارتكابها إلا وارتكبها المحتل الإسرائيلي في حق الأسرى. وهناك أسرى مدنيين، هناك أسرى، هناك أطباء، وهناك ممرضين، وهناك ممرضات، وهناك رجال تعليم، هناك من يشتغلون في الميدان الإنساني الإغاثي وغيرهم من المدنيين الذين لا علاقة لهم بأي شيء، لا العمل المدني ولا أي عمل، يتم إخفاؤهم قسريا. الاحتلال الإسرائيلي ينكل بكل من يجد أمامه، للأسف الشديد، أمام لا أقول صمت، ولكن بالخصوص صمت الإدارة الأمريكية. طيب، هذا سأتحدث عن الصمت الدولي لاحقا، لكن بداية حول توصيف هذا الاعتقال. يعني هذا المثال الذي عرضناه في المقدمة، محمد صابر عرب الذي يبلغ من العمر 42 عاما، كان يعمل مراسل لقناة العربي، اعتقل منذ 100 يوم من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة،
والذي يعني تمكنت هيئة الأسرى من نقل صورة لما يجري له وصورة لما يجري لمعتقلي غزة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي لتصل للعالم. يعني ظروف تلك الزيارة وهكذا كانت غاية في الصعوبة التي تمكن المحامي محاجنة منها. هذا مراسل، بأي ذنب تم اعتقاله؟ كيف يمكن توصيف كل حالات الاعتقال التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة؟ طبعا التوصيف القانوني، إذا أردت مني التوصيف القانوني، أنا قلت بأنه هي جرائم حرب. هذا هو التوصيف القانوني الأدق، لأنه إخفاء، ولكن التوصيف الأخلاقي والإنساني أنه انتقام أعمى من مدنيين. طبعا هذا كلام، هذا توصيف نعم، لكن التوصيف القانوني الذي يعاقب عليه هو أنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. بعد ذلك أسباب ودوائي هذا العمل هو طبعا الانتقام والتنكيل بالمدنيين. هذا صحفي ومراسل إحدى القنوات، قناة العربي، للأسف الشديد يتم التنكيل به. لماذا؟ لأنه كان يكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه كان ينشر وينقل للعالم حقيقته، ينقل فضاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين وفي حق سكان قطاع غزة. فبالتالي أراد أن ينكل به بهذا الأسلوب، وكذلك باقي الأسرى يتم تنكيل بهم لأنهم كانوا يقوم بأعمال. ماذا فعل الأطباء؟ لماذا يتم بتر أيادي الأطباء؟ لماذا يتم تعذيب الأطباء؟ لأنهم كانوا يداووا ويحاولوا إنقاذ الأسرى. وهذا ما يؤكد، وما يؤكد التوجه الدولي نحو إدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، على اعتبار أن حتى من يقدم الإساءة للغوث والعون والإغاثة ويقدم المساعدة يتم الانتقام منه، لأنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح. فبالتالي لا يمكن أن ننقذ الأرواح، وإلا فأنت مجرم، ينبغي معاقبتك وإخفاؤك قسريا وتعذيبك وبتر يديك. فجميع الأطباء عندما يتم اعتقالهم يتم الانتقام منهم شر انتقام، يتم تقطيع. أنا قلت مدراء مستشفيات، دكاترة، عدة دكاترة يتم الانتقام منهم بهذا الشكل والتنكيل بهم فقط لأنهم كانوا يقومون بأدوار إنسانية. فهي تفتقد، والجيش الإسرائيلي يفتقد هذا الخلق وهذه الأخلاقيات، فلذلك هو ينتقم ممن له مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الإنسانية. هذا الجيش الذي يدعي أنه الجيش الأخلاقي، والذي أثبت بما يدع مجال للشك، وهو دائما نصفه بأنه جيش غير أخلاقي وغير إنساني، وينبغي إعادة تشكيل وتأهيل تأهيله أخلاقيا. الآن نأتي إلى الإغفال والإهمال الذي يعانيه هؤلاء من المجتمع الدولي. من المفهوم جدا جدا أن يستنفر المجتمع الدولي للحديث وللإفراج وللمطالبة بالإفراج عن 150 أقل أو أكثر من الأسرى أو المختطفين الموجودين في قطاع غزة، ولكن هل من المفهوم، هل من المقبول، هل من المعقول أن يتحدث العالم عن 150 وينسى قرابة العدد 9300 أسير حتى 9 من هذا الشهر، يعني قبل 10 أيام، الآن العدد وصل إلى 9000 ربما و400، قرابة 10000 نتحدث. هل من المعقول أن لا يتحدث عنهم العالم؟ هل من المعقول أن لا يطالب بالإفراج عنهم؟ عدد الأسرى الفلسطينيين تضاعف خلال العدوان على قطاع غزة، لماذا لا يطالب العالم أيضا بالإفراج عنهم؟ هذا شكل من أشكال الإنسانية المزيفة التي أراد أن يدعيها، والذي أراد أن يدعيها هذا العالم الحر للأسف الشديد، وهو يقارب بازدواجية معايير ملف حساس جدا. عندما نتحدث عن 150 أسير، أو نعم أسير، بالمقابل مع آلاف المعتقلين الفلسطينيين، فبالتالي هذه ازدواجية معايير منبودة ومرفوضة طبعا، فانكشف القناع. لكن أنا أخص بالذكر بعض الدول، لأن على الأقل بعض المؤسسات قامت بدور لا مشكورة عليه. موقف مجلس حقوق الإنسان اليوم كان موقفا شجاعا، تأخر نعم، لكن كان موقفا شجاعا، ووجه بالأصبع الاتهام إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر توثيقات. وهذا التقرير الذي صدر اليوم هو وثيقة قانونية مهمة جدا، ستساعد في كل التوجهات إلى القضاء الدولي، سواء محكمة العدل، محكمة الجناية الدولية، أو حتى القضاء الدولي الممثل في الدول الأوروبية. فبالتالي بعض الدول هي التي لعبت هذا الدور، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وإعلامها، إعلامها الذي سلط الضوء على 150
معتقل أو أسير ولم يسلط الضوء على باقي المعتقلين ولكأنهم ليسوا من 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 ليسوا بشرا. هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين ولا حتى القتلى، حتى من قتل في فلسطين لا يتم تسليط عليه الضوء. هل الإعلام الأوروبي يتحدث عن عدد القتلى؟ يقول عندما يتحدث، وأنا أتتبع الإعلام الأوروبي خاصة هنا في فرنسا، عندما يريد أن عندما ترتكب إحدى المعتقلين يقول قتل عدد من الأطفال التابعين لحماس وعدد من النساء التابعات لحماس، دمرت مستشفيات التي تحت مسؤولية حماس، بمعنى أنه ولكأنها تعطي تبرير لتلك الجريمة لأنهم أتباع حماس وأتباع المقاومة، فهذا لا يضر، يمكن قتل هؤلاء الأطفال وقتل هؤلاء المدنيين لأنهم محسوبين على حماس. دائما هذا هو الخطاب الذي مستعمل هنا في فرنسا والمستعمل في عدد من وسائل الإعلام، وهذا زيف إنسانية وهذا سقوط أخلاقي. هل ساهم العرب والمسلمون حكاما ومحكومين في تلك الاستهانة بأرواح الشهداء الفلسطينيين وكذلك حياة هؤلاء المعتقلين في قطاع غزة؟ على الأقل الرقم الذي استطاعت مؤسسات حقوق الإنسان ومنها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطيني 899 أسير فلسطيني من غزة فقط، يعني أضعاف مضاعفة عن الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة. سؤالي، هل الأسرى الفلسطينيون ساهم من كان من المفترض أن يكون ظهراً وسنداً لهم من الدول العربية والإسلامية، ساهم في استهانة العالم بهم؟ طبعاً الدول العربية صراحة يسيفني أن أقول بأنه أنا أرضى أن أتحدث عنهم لأنهم ولكأنهم في العدم، غير موجودين على الإطلاق. أعتقد أنهم يقومون بدور أسوأ مما ينبغي أن يقوموا به، فإذا الحديث عنهم وترف ليس إلا، لأنهم يضرون أكثر مما ينفعون. عدد من الدول العربية سيدي جمال هم متورطون فيما يحدث في حق الأسرى وفي حق الشعب الفلسطيني. عدد من الدول العربية ساهمت لوجستيكيا، ساهمت ماديا، ولا زالت تساهم بهدف واحد شرط اشترطته بعض الدول العربية، وهو إفادة المقاومة وأن لا تفكروا في الخسائر المادية والعسكرية، نحن نعوضكم. لكن رجاء أبيدوا هكذا، ما هذا وصلنا عبر توثيقات بأن دول عربية طلبت إبادة المقاومة وإبادة من على غزة، وبعض الدول العربية هي الشريكة في جريمة الإبادة الجماعية. لذلك نرفع عن الحديث عن أنه يكون لها إنسانية أو شيء من القبيل. وأنا أتحدث على عدد، ليست كل الدول العربية، لكن بعض الدول العربية للأسف الشديد تلعب هذا الدور الشيطاني في 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 غزة، والذين أطفال غزة هم الذين قتلتهم بالجيش الإسرائيلي والأمريكي وبالسلاح الإسرائيلي والأمريكي، لكن مالها وعتادها كذلك هو الذي يرتكب. لا ننسى بأن طائرات عدد من الدول العربية لما ترتقوا موجودة هناك، لا ننسى بأن عدد من الجنود محسوبين على بعض الدول العربية هم موجودون كذلك. لا نقول فقط فرنسا، جنود فرنسيين وإيطاليين وغيرهم مرتزقة، لا، هناك مرتزقة عرب تم توثيقهم، هناك مرتزقة حتى من بعض الدول محسوبة على الدول الإفريقية كذلك تم توثيقهم. ونحن عندما نتحدث عن المرتزقة نتحدث عن ملف مطلعين على خفايات ومطلعين على عدد من الجنسيات الموجودة هناك. سيأتي الوقت للكشف على جنسيات لدول تخرج لوسائل الإعلام وتتحدث عن الدولة وتتحدث عن ما تتحدث عليه وسقفها عالي في الخطاب، لكن في الواقع هو شيء آخر سيصدم العالم وسيذهله. هيئة شؤون الأسرى طالبت بفتح تحقيق دولي محايد بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحق الأسرى الفلسطينيين كوجه من أوجه الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هل تؤيد تلك الدعوة؟ وكيف يمكن لهذه الدعوة أن تتم دون إجبار الاحتلال الإسرائيلي على التعاون؟ طبعاً نؤيد كل دعوة إلى تحقيق دولي، وعندما أقول تحقيق دولي أفضل ونفضل كفريق قانوني أن يكون تحت إشراف محكمة الجناية الدولية، لأنه مآلات التحقيقات الدولية الأخرى دائماً نجهلها، نجهل تلك التقارير إلى أين تسير، على ماذا ترتيب. عدة تحقيقات دولية تمت لا قيمة لها، لكن التحقيق إذا تم تحت إشراف جهة قضائية على الأقل نعرف مآلات ذلك، نعرف بأن التحقيق ستترتب عليه مذكرات، ستترتب عليه توقيفات، سيترتب عليه أحكام، هذا هو التحقيق القضائي. أما تحقيق دولي تحت إشراف مؤسسة، من يعين هذه المؤسسة؟ وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي والإدارة الأمريكية والإدارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي وغيرها، فبالتالي يبقى ذلك التحقيق
في دواليب هذه المؤسسات، في دواليب بلينكين ودواليب من في الإدارة الأوروبية وغيره. فبالتالي نعم، مع التحقيق الأوروبي، مع التحقيق الدولي، ولكن تحت إشراف الجنائية الدولية. ونحن منذ البداية نقول أي تحقيق دولي في غزة على جميع المستويات، سواء كان متعلق بالأسرى أو بالجرائم التي ترتكب من مزازل، مزازل النصيرات وغيرها، من مزازل الطحين وغيرها، من مزازل الشفاء وغيرها، كلها ينبغي أن تتم تحت إشراف قضاء دولي. وفي ذلك سواء كانت عبر الجنائية الدولية أو تأسيس محاكم خاصة، وإن كنا نتحفظ على هذه المحاكم الخاصة والتي بدأ الحديث عنها مؤخرا، لكن هناك تحفظ كبير عليها، لأنه في مضيعة للوقت ومضيعة للمال. إن توفر لنا مال هذه المحاكم الخاصة، فعلى الأقل أن نتوجه به إلى الجنائية الدولية وندعم به التحقيق المفتوح الآن في الجنائية الدولية. ومجلس حقوق الإنسان يمكن أن يقوم بهذا التحقيق، لكن يبقى تحقيق تقني. التقرير الذي صدر اليوم تقرير مهم جدا، لكن ما هو، ماذا سيترتب على هذا التحقيق؟ نعم. للأسف الشديد، لذلك نحن متمسكين بالتحقيق تحت إشراف القضاء وبالضبط تحت إشراف الجنائية الدولية. شكرا جزيلا لك رئيس منظمة FDA الدولية لحقوق الإنسان دكتور عبد المجيد المراري.